أهلا بكم أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الموصل القديمي. جانا رمضان وراح رمضان، وجاء العيد وطلع العيد. قبل ما أحكي عن الموصل القديمي، أكو أمور سلبية وأكو أمور إيجابية حدثت خلال هاي الفترة. من ضمن هاي الأمور ناخذ السلبية والمرة. السلبية اللي لاحظناها نحن بعد معاناة سنوات طويلة من احتلال تنظيم داعش الإرهابي للمدينة والتفجيرات والأسلحة والقنابل والأعتداء والرمانات، للأسف أنه انتشرت بالأعياد هاي المسدسات بيد الأطفال. هذه ثقافة العنف بعدها موجودة، وبعلم الأب وبعلم الأم ينطوهم فلوس وقدام الأب والأم يشتري مسدس وفوقه فرحان أنه ابنه بيده مسدس. يعني هل أنت رح تفرح إلى ابنك كبر وانحرف وشاله مسدس وقتل واحد؟ ومع هذا هو صغير هم يأذيه. كثير حالات سجلتها دائرة الصحة، إصابات بالعين، إصابات بالجسم من خلال هاي التشميه مع الأطفال، يستهونون بها بألف دينار أو بألفين دينار، لكن بها تأثيرات كثيرة تأذي. الأمور الإيجابية حقيقة أيضا كثيرة. شعنا التعاطف التكاتف بهاي مدينتنا القديمة، كثير ناس خيرين طيبين بدوا يودون مساعدات برمضان وبالأعياد، يودون مساعدات لأهلنا وأصدقائنا وأخواننا وأحبائنا بالمدينة القديمة، ما قطعوا عنهم. طلع العيد مثل ما قلتوا، وهسا احنا بعد العيد اخذنا هاي اول حلقة باعتبار ما بعد العيد حقيقة. دخلنا ايضا على احدى المناطق القديمة بالمدينة القديمة، وهي منطقة حضيرة السادي. منطقة حضيرة السادي معروفة هي شارع فاروق. هذه المنطقة كان بها السادة، عوائل السادة الأعرجية ساكنين بهاي المنطقة، فأطلقوا عليهم هي بيت الفخري وبيت النعيمي وبيت كثير عوائل حقيقة طويلة عريضة، يعني إذا أذكرها كثير يحتاج وقت إنه أعددها. هذه المنطقة اللي هي حضيرة السادة اجتمعوا بها كثير عوائل، وأيضا قريب علينا بيت المؤرخ المعروف اللي هو دكتور المرحوم سعيد الديوتشي، بيته قريب. حاولنا انه نصور البيت لكن للاسف انقاض، ويمكن باعونه ما ظل يعني اصحاب الملك الاصليين اللي هم بيت الديوشي، والبيت متروك حقيقه. عندنا قريب من هون ايضا جامع معروف ما يقل شانه عن باقي الجوامع المعروفه بمدينه الموصل، اللي هو جامع النبي دانيال. جامع النبي دانيال مثل ما ذكرت ما يقل شأنه عن جامع النبي جرجيس والنبي يونس والنبي شيد وباقي الجوامع القديمة بمدينة الموصل. بس هذا جامع النبي دانيال للأمانة انغدر لأن بالعوجات ما حد يصلوا وما على الشارع العام، ولهذا الأغلب بعض من يقولوا جامع النبي دانيال، عندنا نبي دانيال، إيه عندنا نبي دانيال. بعض مرات من نقول هاي مدينة الأنبياء، معقولين عندنا مدينة الأنبياء 40 نبي هوني؟ إيه نعم 40. حكينا عن الأسواق بالحلقات السابقة، حكينا أيضا عن المساكن بعض منها الخدمية والتجارية مثل الخانات الخدمية. هسه حكينا الأماكن أو البيوت السكنية وتاريخها وتصميمها ووضعيتها والإيوان مالها والعبق مال الماضي الحلو. هسه احنا بحد البيوت القديمة، البيوتات القديمة بهاي المنطقة، منطقة شارع فاروق حضيرة السادي، ما شاء الله التين، حتى التين كان حمل، وعندهم زيتون وعندهم رمان وعندهم فرشات حلوة، وكان رجعوا الإيوان، بس الإيوان كان عملوا له إضافات يعني على مود تقلبات الجو، على مود يعني شوية الإيوان واسع ياخذ بغت، فكان عملوا له ترتيب حلو. بس السلبية الوحدة وهم عاد أسلم من البيت، قلت ليش؟ ليش سديت من الخشيم؟ ما الخشيم عليها ساغي. على ياخذوا لي هي من الشباب الله يحفظ الاستاذ قصي، ما لي فوق قائد خشيم كنت سدونه. ليش سديت امه؟ قالت والله يابا بصراحه ما اديني حاغه
قامت تطلع لنا حقيقيه. هي مدينه بصراحه مصر القديمه معروفه، بعض مرات كانوا يتذكرون العجز مالنا، يقولون كانت اكو حيه تطلع تهز المهد او حيه تطلع مال بيت ما تخوف، يتذكروها. بكل بيت كان اكو حيه، بس اكو حيه خبيثي، حي خبيثي طلعت، واكو حي بصراحه حي امين يسموه حي بيت، هاي ما تاذي، تجي من يم المهد، تجي من يم الديديه ما طفت، تجي مع فشل، هاي ما تاذي. فهي عم تحكي لحجي الله يحفظها ويحفظكم، قالت والله الاخشين لان بصراحه طيور وكذا، فحي وديني حاره قامت تطلع حي، فسديناه. بس سدينا له، ونحن ما سدينا الحلقه، راح اكيد نستضيف الدكتور احمد قاسم الجمعه، راح يحكي لنا عن البيوت التاريخيه، البيوت هذه شلون تصميمها، الحديد ماله، هذا الحديد طبعا على الواسع عم ياخذوا لي هو الشباب، هذا كان يجي مقاط مقطعين، يجي مقطعين هذا مستورد ما شغل ايد، يعني انا بعض المرات من خلال النشر على صفحات التواصل يصورون هذا، هذا الحديد هو صنع يدوي، هذا ما صنع يدوي، هذا استيراد، بس اكو عندنا نقشات مهن على محجل ما محجل الى اخره، هذا شغل ايد نعم، بس هذا يجي عباره عن مقطعين استيراد من الخارج، هاي ما بعد 1920 من دخل لنا الحديد، والحداد او الكذا او البنا يجي يقطعه حسب ما يريد. ونقشة ايضا على الواي ياخذوا لي شبيبيك الجوه، مقاطع الجوه هاي تختلف اصغر حسب ما يريده هو، وعندنا هذه فوق الحجم الكبير. اذا راح نسمع من الدكتور احمد قاسم الجمعه اجمل الكلام عن البيوت القديمه، هاي البيوت الحلوه. مرحبا دكتور. مرحبا بك، يا اهلا وسهلا. اعطيت مقدمه طويله عريضه اخذتوها على العيد وعلى الامور السلبيه. يا ماول انت شاطي باطي بعض ان شاء الله. هي بصراحه دكتور يعني اكو امور سلبيه واكو امور ايجابيه بهاي المدينه، نحن لازم من خلال ايضا هذا البرنامج حقيقه نحن نوثق، مثل ما كنت معانا جنابك ووثقنا كثير امور، اسواق وخانات وتاريخ المدينه، وايضا كنا نساعد بعض الناس المحتاجين. نعم. ومستمرين ان شاء الله، بس بنفس الوقت اكو امور سلبيه لازم نشخصها حتى نوعي الاهالي، نوعي الشباب، نوعي بناتنا، نوعي اطفالنا انه هاي ما المسدسات وما مسدسات، يعني والله انت ما تعجبك فعلا الكلمه. ما تمام. موضوعنا دكتور حقيقه احنا حكينا على الابنيه الخدميه، الابنيه السكنيه، حكينا عن الاسواق، حكينا عن الحمامات، وحكينا حتى على الدولمه وهرفتني. نعم. هسه اخذنا الـ المباني السكنيه. نعم. المباني السكنيه تمتاز بتخطيط العمراني ينفرد عن باقي مدن العالم باستثناء يمكن حلب، نخشع نفس الايوان نفس الترتيب في سوريا، بس باقي المدن يمكن ما اخشع انها كالطراز حلو ومرتب اقواص يعني نوعا ما، شوية بكركوك. بكركوك شوية أيضا. نعم بكركوك يعني أيضا موجود. يعني نعم. نعم. فتحكينا أول مرة على التخطيط مال هاي البيوت الخدمية. قبل ما نتطرق إلى تخطيط وتصميم البيوت السكنية، والذي نقصد بها أنواعها من بيوت للفقراء إلى متوسط الحال إلى المنسرين إلى أرباب بيوت أرباب الحكم. نعم. والذي طبعا كلها تختلف لأسباب متعددة، هم عاملين، العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي، ولها مميزات متعددة. أول شيء مميزات البيت الموصلي بصورة عامة سميه أنه البيت المغلق عن الخارج، من الخارج عبارة عن مدخل بسيط غيرة، لكن لما تدخل إلى الداخل شوف آية معمارية وفنية، بالإضافة إلى هذا يؤدي الناحية الوظيفية على وجه الأكمل لمعالجات إنشائية ومناخية وبيئية وغيرها. البيت العائلة البسيطة تتكون من جناح
الذي هو عبارة عن إيوان وعلى ميمنة وميسرة غرف متناظرة، هذا نسميه الجناح الموصلي أو النظام الثلاثي في البناء. هذا حقيقة له جذور بعيدة في العراق، خاصة في شمال العراق، منطقة موقع تبقورة في حدود 1500 قبل الميلاد ظهر هذا النظام الثلاثي. ثم بعدئذ المناذرة في العراق في منطقة الحيرة طوروه فسمي بالنظام الحيري أو النظام الحيري ذي الكمين أو الصدر والكمان، يعني بعدين باعتبار أنه الإيوان صدر، نعم، ثم الكمين الغرف على الميمنة والميسرة. ثم بعدين يتقدم هذا الجناح الحوش الفناء الذي تزاول به كثير من الأمور. موسر الحال أكثر من جناح، فقراء جناح واحد تقريبا، أكثر من جناح حوالي جناحين حسب الإمكانية الاقتصادية. أما بيوت الموسرين وأرباب الحكم وخاصة التي وصلتنا من العهد العثماني ومنتشرة في أرجاء الموصل القديمة مثل بيت التتنشي في منطقة سرشخانة، بيت الجليلي، بيت الزيادة، نعم، بيت الدباغ، بيت الدباغ، بيت الطوالب، بيت الطوالب محمد صديق الجليلي، يعني أنه كل هذه وصف. لكن مع الأسف معظمها أصبحت في عالم النسيان نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت على الموصل منذ عام 2014 والعمليات العسكرية التي عقبتها. إذن هذه ميزة. الميزة الأخرى والذي حقيقة نقدر نقول تنحصر في بيوت الموسرين يتكون من قسمين البيت، قسم خارجي وقسم داخلي لأسباب اجتماعية. القسم الخارجي للاستقبال ويسمى باللغة التركية سلام لك، يعني أنه للاستقبال. ومن الداخل حرم لك، يعني الحريم للعائلة، حرم العائلة، نعم. الخارجي حقيقة فيه كثير من المميزات كأنه بيت الاستقبال. أما لما تأتي إلى القسم الآخر هو طبعا البيت عادة يكون له باب واسع لدخول حتى يعني المواد وغيرها مهما كان نوعية وكبرى، باب واسع ويدي إلى قنطرة، وهذه القنطرة تكون تقريبا على الميمنة. المجاز قصدك تسمينه مجاز؟ هذا المجاز فعلا يكون أنه بيت الاستقبال. ثم لما تأتي إلى القنطرة بنهايتها ما ينفتح الباب على القسم العائلي الحرم لك، وإنما يكون منكسر على الزاوية قائمة. ليش؟ لناحية اجتماعية. مثلا أنه الشخص لما يفتح الباب من الخارج ما يشوف ما موجود في داخل العائلة، فإذا أيضا ناحية اجتماعية ودينية. بنفس الوقت المعمار الموصلي في ذلك الوقت أيضا لنواحي دينية، وحتى العائلة الموصلية والأشخاص يهتمون براحتهم أكثر من الآخرين. نحن الآن من فوق نحاول أنه من الخارج نزخرف ونهندم وحلام ونقشات ولكن من الداخل يعني ما هذا كله. نقدر نقول يعني ولو مثل تراثي في الموصل، مثل ما يقول من فوق محشي محشي ومن جوا الله يعلم، أو من فوق خام ومن جوا خام، نعتم بس بالزروق. بينما في الداخل هذا يشوف عوامل الراحة هي جوا، عوامل الراحة، الزخرفة، الغيرة، غيرة كلك هذا ترتاح. هذه ناحية. الناحية الأخرى تشوف أنه الجدران من الخارج للبيوت الموصلية بسيطة، لكي أنه ناحية اجتماعية لا تثير الحسد والغيرة، بينما من داخل آية من آيات الفن والجمال. هذا إيش نيجي أيضا من منطلق ديني، يقول لك الإنسان يهتم بالنواحي الداخل في داخله وغيرها أكثر من النواحي الخارجية، لأن الداخل هو الذي يمثل صفة الإنسان وصفاء الإنسان، ما الخارج الذي يتلوث بنواحي أو عوامل كثيرة. السبب الناحية الأخرى شوف أنه الجناح الموصلي الإيوان يكون مرتفع إلى السقف، يعني حدود طابقين تقريباً،
ونوع من أن يكون أنه العقد نسميه العقد المدبب المطول. هذا لناحية إنشائية يؤدي إلى التهوية وغيرها، وبنفس الوقت لناحية وظيفية كثير من ممارسات العائلة تكون داخل الجو معتدل داخل هذا الإيوان. يعني نقدر نقول أشبه ما يكون بحوش أو فناء مسقف، يعني الزواج والختام والممارسات الاجتماعية والغيرة تكون النوبة. المهم بنفس الوقت السقف السقوف عادة تكون للغرف على ميمنة والميسرة، نسميه أنه نظام المهد، يعني القبو المنخفض أو اللي نسميه المنبطة، وبعدين يغطى بسقف مستوي، يعني نقدر نقول سقوف مزدوجة. هاي لها ناحية وظيفية، هذا نظام العقادة لا حديد ولا، وهذا يدي ناحية وظيفية يعني وناحية اجتماعية أخرى. البيت الموصلي أيضا فيه تدرج مناخي، يعني عندك الغرفة أثناء الشتاء مجرد اعتدل الجو انتقلت العائلة لإيوان، بعدين انتقلت إلى الحوش، بعدين يمكن انتقلت إلى السطح للمبيت، والجو لما طبعا ينحسر تشوف أنه يحدث العكس. إذا الناحية تشوف أنه أخذ المعمار الموصلي الناحية البيئية بنظر الاعتبار، ما مثلنا الآن شوف نجلس في الغرفة الشتاء يمكن درجة الحرارة 30 بينما نطلع إلى الخارج تقريبا صفر، فشو ما ضمن شيء من نزلات البرد وما شابه. المادة ذلك. المواد المستخدمة بالبناء ناتي لها تأثير، لها طبعا تأثير، يعني يسع بيوتنا بصراحة أغلبيتها جص سمنت وبلوك، هوني نرشع حجر وجص. تسمح لي يعني أكمل وبعدين نأتي إلى مواد البناء. نعم. السراديب خاصة بيوت المسلمين وكم تلا عدة أنواع من السراديب، سرداب القيلولة وقت الظهيرة نشوف أنه منخفض إلى انخفاض تقريبا مترين، وبعدين ارتفاع تقريبا متر لخيط تهوية، يعني أنه شبابيك تكون تشرف على تأخذ ضياء من الفناء، وبنفس الوقت فوقه جناح لأحلى الجناح السكنية. هذا نوع من شوف أنه العزل الحراري يصير، بالإضافة إلى يغلفها بالمرمر، فإذا يكون في الصيف يعني عزل حراري ودرجات حرارة ملائمة للجسم، لا هي شديدة الحرارة ولا هي عزل. والله دكتور يذكروها الكبار الله يعطيهم الصحة والعافية، لحقوا عليها يعني نوم تستخدام ما تتعوض. كلتنا لحقت. فغش انت هم لحقت عليها. لا لكن زيت المادك زين. السغداب بيغ الثلج دكتور، بدون كهرباء بدون بانكا وبدون كل شيء، لا مبرده ولا زبلت، تنام على الفغش بيغ الثلج هاي بالصيف. اذا هذا الرهره بالاضافه الى موجود الذي نسميه الملاقف الهوائيه، وبالوسط والجنوب يسموه البادقير. تلاحظ ممر هوائي موجود بوسط فراغ الجدار، فراغ الى السطح الى السطح ويتلقف الرياح الشماليه الغربيه، وبعدين تاتي الى حوض من الحلان نضع به كثير من المياه، هبطه المياه او خيار فواكه او يخلون النعناع بارده نعناع حتى تطغيحه. نعم. يعني اشبه مثل ثلاجه البريده كلها. من أنواع الأخرى من السراديب، وهي الموصل الشهر في السراديب يمكن في أحد الحلقات نواهنا ولو بسيط عنها، قسم منها لحفظ المؤونة عادة يكون أعمق خاطر أنه المؤونة ما يصير بالتلف وغيره وكذا، قسم منها لحفظ المواد مثل الوقود أحطاب وغيره، وبعض منها نوع رابع كمرابط الحيوانات، لكن هذا يشبهها بها عزل بيئي، مدخل خارجي الحيوانات من الخارج ومدخل صغير من الداخل لوضع بعض العلف للحيوانات. جبت دكتور على الاستخدامات مع الاستخدام او الرهره، بيطها ملك نحضر شعنا
بغيني ما طرشي ببيت زيادة رشعنا أيضا بغيني ما دهن حر لأن هي أساسا غنامة هاب السابق وبعد يعني فعلا استخدامات كثيرة خان حموش يخشعنا باستخدام ماله خان حموش إحدى الخانات القديمة أيضا مدينة الموصل بس يقع بالرشيدية أيضا استخدام ماله بينه مربط مال خيل أو مال فإذا هاي تلاحظ أخذنا عدة أنواع من السراديب هاي أول شيء فوائد بيئية وفوائد وظيفية نعم. حسب أنواعها وقسمنا فوائد اقتصادية يعني حتى هذا الحوش تلاحظ تحتك سرداب يعني حتى الفناء فإذا هذا السبب الذي جعل هذه المدينة مدينة الموصل القديمة الذي عبارة نصف بيضوي شكلها 15 قرن وعاش عدة أجيال داخل هذا الحيز المكاني ولن تعاني من ضائقة مكانية ولا من مواصلات وما شبهية وما شبه ذلك لأن المعمار أخذ الناحية الوظيفية والمعالجات البيئية والمعالجات الإنشائية يعني هندسة؟ هندسة طبعاً تأتي من الناحية الأخرى سألتني قبل أن سألتني عن مواد البناء مواد البناء كانت تتمثل فيها العزل الحراري يعني هذا نسميناه المواد الكلسية هذا إيش بها خاصية؟ خاصية تأخذ الحرارة ببطء وتحتفظ بهذه الحرارة لمدة كبيرة لما تأخذ الحرارة ببطء هذا إيش يفيدنا؟ يفيدنا بالصيف لما تدخل قبل ما تصل إلى جوف الغرفة داخلنا رأساً يصير انحسار رأساً ترجع إذن هذا يفيدنا في الصيف الاحتفاظ بحرارة لفترة أكبر يفيدنا في الشتاء معالجة المناخ في الشتاء فإذا النوع يعني المعمار كل بناء الموصلي كل بناء من لبناته لبنات بيته والمباني الأخرى حسب ألف حساب لوضعه طيب نحن حقيقة داخل إحدى البيوت القديمة جدا وبنص مدينة الموصل أهله عادونه يعني ممكن صيانة هاي البيوت هذا الذي مقابل قبل المملكة نعم مقابل قرصراي نعم لاحظ أن واحد المنسرين صمم بيت على نعم. نظام التراثي بالضبط نعم يعني وأيضا فغش لولا مواد البناء يعني المواد والذي تشوف يعني جديدة وغيرها قول أن هذا البيت هذا التراثي نعم. ما جديد أنا حقيقة دكتور يعني كذا مرة من خلال برنامج الموصل القديمة وانت معي ذكرت قلت نتمنى انه المعنيين المهتمين بإعادة هذه المدينة انه يرجع حتى بالعمار يعني ما شرط للمدينة القديمة حتى بالنسبة للمشاريع الحديثة الجديدة خلي يرجعون على جامعة الموصل جامعة الموصل بيها يعني كفاءات خبرات تاريخ هندسة كل شيء بينه وجامعة الموصل وجامعة وبلاش وبلاش فيها متخصصين في جميع المجالات التي تعود لي مثل ما قلت لإعادة إعمار الموصل وما وتكون بكل ممنونية يعني ما تريد حتى أجر يعني قبل أنه ما لأنه وقت ما أنا شخص لما يخرج من إدارة ما أتكلم يعني رجل وقت لا أنت شغلت عدة مناصب دكتور الرجل أنت لك بصمة لو سمحت لي نعم أنت لك للأمانة ما قدامك دكتور ولا أنا يعني البسيط أريد أقيم الدكتور أحمد قاسم الجمعة أنت شغلت عدة مناصب بجامعة الموصل ولك مكانتك في جامعة جميع الموصل جميع المناصب الإدارية والعلمية بجامعة الموصل أصالة ووكالة ما كل أصالة ووكالة عدا رئاسة الجامعة بس رئيس الجامعة ما اشتغلت إيه بس هذا كله أنا ولا كل اشتغلت كله والحمد لله يعني أنا ويعني ساعتها أيضا عضو يعني باليونسكو شارب اليونسكو وغيره يعني خبرة حقيقة الدكتور أحمد قاسم الجمعة خبرة يعني مفروض أنه حتى سيد المحافظ أو أعضاء مجلس المحافظة أو إلى آخره أو المهتمين أنه اليونسكو معتمد علينه ورجوع اسألونه ببلاش والله ما يدور للأمانة والله بعض المرات على أربيل أنا أخبره ويصغ أنا بأربيل أنا عبالي سياحة طلع عركض وغل المنظمات نعم دكتور
فإذا هذا الذي كلامنا كثير الكلام يتكلمون معاناة المدينة، لأن يعني كل يتكلمون حقيقة هذا ترشجونها بسهالة، يتكلمون عن إعادة أعمار، إعادة أعمار المدينة القديمة على ركيزتين، وهي الركيزة الأولى المهندس من الناحية الإنشائية، المهندس لأن معرفته بالتراث وهذا قليلة، لأن هو طبعا مهندس حديث لكن ناحية إنشائية، والركيزة الثانية الأثرية التراثية، لأنه يجي لأنه هذا المهندس لما يجي فرضنا يعمل قوس في بناية، هل يعمل قوس نصف دائري، هل يعمل نصف دائري مدبب، هل منفرج، هل منخفض، هل ما كل منطقة من المناطق لها ميزة أكيد العمود ولها اختصاصة، هل يعمل أكتاف أو عمود دائري استواني أم عمود مضلع، يعني كل هذه لها مميزات لا يعرفها إلا التي هي التراثي، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالضبط، يعني حقيقة إحنا عندنا بنائيين اختصاص بناء العقادة وبناء البيوت القديمة اختصاص بهذا الموضوع. من خلال ما نبني ونعمر جمع النبي دانيال راح نعمل قبة نفس النظام القديم. اقترح الأستاذ جنيد الفخري الله يحفظه، قال نريد ندخل شباب دورة على هاي القبة، شلون نظام العقادة شلون تنبني. فمثل ما تفضلت يعني بعض المهندسين جدا مع اعتزازنا لكل المهندسين والكفاءتهم، بس ما يعرف نظام البناء القديم. أستاذنا العزيز، وبالمناسبة يعني مقطع حكيك بخير، هي دعوة من خلال برنامج الموصل القديمة، قناة الموصلية الفضائية، اللي كل من يريد يتعلم على بناء العقادة والبناء القديم راح تكون دورات حقيقة نظري وعملي في جامع النبي دانيال. نقدم فقط خدمة بسيطة لهذا الجيل حتى هم يتعلم أساليب الفن وطرق الفن القديمة جدا. تفضل دكتور. الصور لما كنت طبعا كان البعثة ما تعد مباراة ب67 قطعت علاقات كملت بالقاهرة، أنا والأستاذ الدكتور عبد الوهاب العدواني مرة كنا في منطقة الغوري منطقة الأزهر، السلطات الأثرية كانت تعيد إعادة بناء جامع الأزهر النظام القديم، عدنا الشباب على طول نشوفهم 15 سنة 18 سنة إلى 20 سنة ما يشتغلون، بس على طول يوميا نروح نجي سألنا هذول إيش لا يشتغلون، حتى إذا دي يتفرج مرة مرتين ونسافر، قالوا لا هؤلاء يعينون الصناع والبنائين تطبيقيا لكي يمتهنوا المهنة لكي يتعلموا المهنة. إذا هذا التدريب، هذه الموصل بعد الخليفة هشام بن عبد الملك عين عبيد الله بن الحبحاب وهو موصلي، عينه على شمال أفريقيا ولا أفريقيا يعني شمال أفريقيا، أخذ 50 عائلة موصلية وفنانين نقلوا الصناعة التطبيقية والبناء إلى شمال أفريقيا، يعني هذه الأعمال الجلدية والفخارية والنحاسية والتطعيم على الخشب والبناء مع الأسف نشوف كلها موجودة في تلك الربوع وعندما الموصل انقرضت الذي هي أصلها. حتى الحرف ما أخذنا سوق النجيرين كم واحد يشتغل أو سوق الحديدين، يعني نحن يا أخي مع الأسف لا نهتم بالنواحي التراثية ولا الأثرية ولا هذه هوية أو هوية أمة، هوية أمة هذه أكيد. دكتور يعني حقيقة إحنا والله مستمتعين بهذا الحديث مالك، ولو أنا متأثر. نعم من هاي الأمور اللي قاعد تصير متأثرة أكيد، أنت مستمتع أنا متأثر. مستمتعين بحديثك الشيخ. نعم بس متأثرين والله دكتور الكل، إحنا أنا شعتوك عصبي وزعلان قبل يومين على القرارات اللي اتخذوها أو يعني التوصيات اللي أوصوا بيها، حقيقة والله زعل. نحن ما تشعنا نكيف إنه من نقعد هكذا إيوان ومرتب وكذا أستاذ زيادة كناحية أخرى، ما شرط المدينة القديمة أريدها بهالسنة بسنة زمن أعيدها، حتى إذا لن إمكانياتنا المادية واللوجستية والعلمية ما كافية نخليها حتى فيما بعد، حتى لو للجيل القادم أحسن ما يعني أنفي تراثي وأنفي هويتي وغيره أيضا من المدينة القديمة. إذا السكان قسم منهم استشهدوا وقسم منهم لا زال تحت الأنقاض وقسم منهم نازحين، هاي السكان المباني تقوضت وحتى هاي الهوية بقى أنه نريد أن نشيل فرق ماكو هكذا حقيقة، وهي الهوية الحقيقية هذه الهوية اللي شيء لها
هذه المفروض انه يجيب بكل امكانياتنا يجب ان نحافظ على هذه الهويه ان شاء الله. بوجودك دكتور نحافظ عليها ووجود الخيرين، ما بس انا احمد قاسم، اكيد بتوجيهاتك الخيرين دكتور الخيرين. نحن حقيقه والله مثل ما يقول الحكومه المركزيه والحكومه المحليه ولا من المباني، ما بس انا وانما كثيرين أكيد. خيرين يجب ان نعمل على الحفاظ على هويه هذه المدينه ولا سيما القديمه بالذات ان شاء الله. نحن حقيقه والله قبل ما نجي على هذا البيت كنا في جوله على كنائسنا في مدينه الموصل، للاسف اخواننا وحبايبنا واصدقائنا الوقف المسيحي مجرد كان قفل الابواب، يا اخي تعال الضفا نحن نعاونك والله، اكو شباب متطوعين، شباب يمكن 17 تموز، قالوا اي كنيسه نحن نجي ننظفها ونشطفها ونرتبها تعالوا. الى متى نحن هذا البعد؟ خايفين قاعدين في كدائرة الوقف المسيحي، قاعدي في احدى الاقضيه من هناك الدير، يا اخي تعال على مدينتك، تعال على الكنائس. عمليه ماشيه شكليا، اذا شاء عمليه ما بس شكليه شو من كان، يعني مجرد كل خلونا مقطعه وقفلوا الباب مال الكنيسه وطلعوا، ما يصير هكذا. هاي مدينة تلم كل الأطياف، تلم كل القوميات، تلم كل الديانات، ما تمام دكتور؟ نعم. إذا إن شاء الله راح ناخذ إحدى الكنائس أو القناطر عشان نرتبها حلقة اللخ. إن شاء الله. إذا أحبتي المشاهدين بعد أن اعتصرنا الألم، ما أطيق أقول فرحاني لسا يحكي علي دكتور، بعد أن سمعنا واعتصرنا الألم عن المباني الخدمية والسكنية في مدينة الموصل، حقيقة كالعادة ننتقل إلى إحدى العوائل بهاي المنطقة حتى نقدم له شيء بسيط من الخيرين. انتقلنا وياكم أحبتي مشاهدين مع إحدى العوائل بمدينة الموصل بسوق الشعيرين، قريبة على هذا البيت اللي صورنا له قبل شوية. هاي العائلة هي عائلة أم أياد. برمضان أنا زرتوها بدون تصوير بدون كاميرات، يعرفونها المدينة القديمة، أنا متواجد بالمدينة القديمة يوميا، رمضان صبح ليل عصر متواجد هناك. هاي توجيهات أستاذ غازي من غير التصوير من غير، فجيتوا عليها بصراحة أعطيتوها مبلغ مما أعطوني هو الخيرين، وصلتوا له بعد فترة حقيقة صورتوها من خلال برنامج من خلال الأخبار اللي تنعرض الساعة 9 على قناة الموصلية الفضائية. بعض الخيرين استجابوا حقيقة، جابوا لها عربانة متحركة، لأن هي يعني ابنة ولد صغير، تعال بابا تعال ابنه ولد صغير وما يطيق يدفع عربانه، فكانت عند ناشد تريد لنا عربانه متحركه. الحمد لله احد الخيرين جمع مبلغ واشتغلت هاي العربانه، ونحن بعدين زرناها. مرحبا مياد. هي هلا ومرحبا. شلونك؟ عيدك مبارك، ايامك سعيده ان شاء الله. الله يفرجها عليكم ويفرجها علينا، انتم فرحتوني عربانه متحركه، والله يسر عليكم. وما عندي الله ودتو هذا الطفل، والله يفرحكم ويضحك عليها يبكي عليها، الله يسر عليهم. وانا خاصه ما عندي الله ودتو، عندي ولاد ثلاثه، بنتي سياره نعمتها، وابني الله يرحمه سياره انفجارات صدره طلقات اثنين، والله العظيم ابوه طلقه، هذا بطني انت اخوتي وولادي، ابوهم 4 أشهر طلعنا مطلقه، وهسه وبعد ما يعرف ميته عايشه ولد ولا بنت، الله يعلم، الله يستر عليهم. قاعدون هنا جاي ابيع اشتري الجسر، زمان الكلاب شرطة الجامعة الكبيرة قصر قصر، الله يسر عليهم. يوم العيد 25/5 العيد لرمضان
طلعنا انقذوني الشرطة انا وابني عربانة هذه بس مكسورة. هاي الشرطة انتوش العربانة؟ لا الشرطة نقذوني شالوني الشيل انا مريضة وتعبانة وهذا ابني الله يحفظك. انقذوني جسر الجامع الكبير البيت للمسيحيين انقذوني بعدين جت هاي وقت التحرير؟ اي الحمد لله طلعوني الجسر طلعوني الجانب جوارينا الله يسر عليهم الله يحفظهم اشوان بيته. هسه انت يعني هذا الطفل صغير يعني يهتم بيه شلون يشتغل هذا الولد؟ ما يشتغل تعبان جنازه ما عندنا جنازه ضاعت بيتي كله راح ما عندي الله وهو اوليات شيء. هسه مدير الجنسيه رجل عيسمعنا وما يقصرون جماعه الجنسيه متعاونين والله هسه من خلال البرنامج يتابعون يدزون عليش بس عندك اوليات الاوليات جنسية مال السجمال شوي عندي جنسيه مصورات عندي عندك مصورات اي بس قولي لي السجن مالش موصل له بغداد بغداد انا بغداد زمان قعدت تزوجت ابوهم جا هنا ابوهم السجن ماله هنا لو وين؟ هنا بغداد ابوهم والله شوف يا مياد احنا حاليا عيتابع السيد المدير الجنسيه ويمكن حسب ما اعتقد هو يمكن اللي يتبرع بالعربانه هاي الكهربائيه على ياخذوا لي اياها الله يحفظهم الشباب استاذ يوسف والاستاذ قصي ما يقصرون. اني قبل يومين كنت عنده بالدائره ما شاء الله متعاون ويرحب باي شيء الخدمه اهله والخدمه المدينه هاي وحده نحن ايضا راح نتصل به ونشوف الاجراءات اللي المفروض انه تمشي حتى نسهل امرك ان شاء الله. هاي وحده تحكي لي انت عندك طباخ؟ والله طباخ ما مالتي جابولي مالك. جابولي اياهم جوارينا بيتهم واقع زين. هسه العيد خلص العيد خلص اي ورمضانهم خلص ما أيوة. ماي بارد شلون تشربون؟ ماي بارد شلون تشربون؟ ثلاجة مالتهم اعطوني اياها بيتهم يعمر وياخذوها طباخ وثلاجة يعني راح ياخذوها؟ اي والله العظيم قالوا الرجال الله يسر عليه والرضوان هذا راح الله يسر عليه شافي واحد الله يسر عليه مواد جابني كان ليش حارة ودي ترجفي حارة طباخ ما عندي البردة اعطوني اياها الله يسر عليه واحد شوفي يا مياد هذه البردة الله يسر عليه واحد جابناها الحمد لله والشكر جيت هنا محمود الله يسر عليه عاون الغراض جابوا لي اياها وقاعده بس البوفيه البردة وبس انا قلت لك الثلاجة ما مالتي حرام ام اياد الله يسر انا وعدتوك لا والله إنو ما اعرف اجاسيكم انه اجيتك الحمد لله والشكر وزرتك وجيتك وان شاء الله ما انقطع عنك الله يحفظك هذا طباخ يا ريت استاذ قصي الله يخليك الله يسر الله يجرك هذا طباخ جديد الله يسر عليكم الله يحفظك هذا حتى ترجعين ذاك الطباخ ان شاء الله تقولي خف الله عليكم والله ان شاء الله يجيبون بس دعينهم الخيرين هي من الخيرين الخيرين جابوا لي طباخ وهاي ثلاجه مال مي الله يحفظك حتى تشربون بيها مي بارد هاي كلها من الخيرين الله يحفظك بعض المرات يدعمونا يقولون شوف الناس ايش تحتاج انطوهم واشتروا لهم ساعدوهم فاني للامانه للامانه ام اياد جيت ونطيتك قبل من خيرهم وهسه جيت جبت لك هاي الثلاجه وهذا الطباخ الله يسعدك ايش تحتاجين بعد؟ بس اريدكم بس سلامتكم بس جنازتي مالتنا والله قالوا روح بغداد اسويها بس ما يصير اروح واجي اضحك على الورق اشوف جنطه اشيلها شوفي ام اياد نحن هاي للمره الثالثه راح اقول لك اياها السيد مدير الجنسيه هيتابع من خلال علاقاته في بغداد بلكي يسهل امركم تشوف وضعها شلل ما تقدر تمشي ايدها ورجليها وما عنده غير هذا الطفل يعني والله الله يحفظه يعني ولد يعني ماسك امه والله والله هذا قدوه والله هذا قدوه الله يحفظه
ماسك امه 24 ساعه يم امه، لا تحتاج شيء لا كذا، وما يعني ما مال بغداد ما بغداد، هي لا تقدر تسهل امرها بطريقتك. خلي شوي نتجاوز القانون والروتين، او ما نتجاوز القانون، لا نتجاوز الروتين، هذا كرم من عندك. وان شاء الله ايضا اني راح اجيش وما انقطع عليك، وانا يوميه تشوفيني او تسمعين، انا يوميه بالقديمه متواجد. يا ريت اشوفك، ما اعرف ايش عندك. هذا واجبنا، هذا واجبنا والله من الخيرين. والله العظيم لان ما اشوف. اجل عافيه، اجل عافيه ان شاء الله. دكتور وين الدكتور؟ علاجي خلص ما اقدر اروح. علاج يجيب لك علاج، ايش تحتاجين ببطل عيني؟ اخوي قلت الدكتور، الدكتور كان العلاج ما تاكلين ابد ما ورم ورم. يا ريت يا ريت دكتور يشوفني عمليه شيء. ان شاء الله ان شاء الله. نحن وثقناش من خلال الاخبار وسه من خلال برنامج النص القديمه، هم سوينا لقاء حتى هم الناشر يعني. نحن والله قدمنا في شيء بسيط من دعمكم ووجودكم انتم، الله يحفظكم الخيرين. وهم ناشد بلكت يعني فلوس علاج وفلوس معيشه، وان شاء الله خير يصير. اذا احب ربي يا ربي يا الله ان شاء الله ان شاء الله خير. والله تعبت والله. الله كريم الله كريم الله كريم. اذا اذا احبتي المشاهدين، الى هنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الموصل القديمه. تقبل تحيات كادر العمل، تقبل تحياتي انا زياد الصميدعي. الى اللقاء.